دكتورة رحيمي منى، صيدلانية بمدينة مراكش. عندنا واحد المشكل اللي يتعاود بزاف الخطرات، هو عدم تواجد دواء الغدة الدرقية، اللي هو ما يمكنش للمريض يقطعو. والمشكل في هاد ليفوتيروكس، هو دواء سميتو ليفوتيروكس، راه المواطنين كيعرفوه، راه عندنا 600,000 في المغرب اللي كيخصهم هذا الدواء وما خصهمش ينقطعوا عليه. هذا الدواء من نهار تبدلت التركيبه ديالو في ألمانيا فرانكفورت ما بقاش كيتواجد. والمشكله الكبيره هي ما كايناش الصناعه ديالو هنا في المغرب، والمصنع الالماني ما عندوش مصلحه في انه يعطي للمغرب هو الاول الدواء، لانه حنا عندنا واحد السياسه دوائيه كتنقص ثمن الدواء. ما حدنا كنقصوا ثمن الدواء، المصنع ما كيهتمش بديك الماده بالضبط، وما عندوش فيها الربح، دونك ما كيصنعهاش وما كيحطهاش دو كوتي، كيتعامل مع الناس اللي يمكن يعطيوه واحد الثمن طالع. كاينه دول اللي كانت ناقصه فيه في الثمن، بحال فرنسا كانوا كيبيعوه ب 0.75 اورو، ولاو كيبيعوه دابا ب 1 اورو 75. علاش؟ باش تكون الولوجيه لهذا الدواء، باش ملي نمشي انا نتقدى عند الشركه الالمانيه كنعطيها واحد الثمن اللي كيسلكها هي، باش يمكن لها تعاود تصنعو. لهذا المغرب كينقطع عنده الدواء ديال ليفوتيروكس بزاف، ومنين كيجيبوه كتاخذوا وزاره الصحه باش زعما توفروا للمواطن، ولكن راه ماشي طريقه، لانه منين كيجي عندها شي مواطن من الجبل، حيت هو مرض غالي، الاغلبيه ديال الناس كيمرضوا به وكيكونوا ساكنين في الجبل بعد على البحر لانه نقص في اليود، وكيجوا من المناطق النائيه كيمشيو لعند وزاره الصحه اوتوماتيكمون كيعطيوهم 3-4 البايكت. دونك المخزون كينقرض بسرعه. في عطمة الوزارات وفروا في الصيدليات، اللي الصيدليات دابا متواجده في الجبل ومتواجده في كاع المناطق النائيه، ومع العلم انهم في بعض الاحيان كيقولوا راه الصيدلاني راه ما خلصش الشركه الموزعه، راه الشركه المستورده، حيت كاينه شركه وحده مستورده من المانيا هي اللي كتبيع هذا الدواء. هذا الشركة المستوردة أصلا هي ما مستفداش منين، ثمن الباكية كلها كيدير 6.50 دراهم. نحن ما متضررينش، لأن الدواء كيسوى 6.50 دراهم. حنا إلا كان عندنا راه 1000 باكية غادي نجيبها ب 6000 درهم، دونك علاش ما نجيبوش، علاش ما نوفروش؟ ولكن راه ما لقيناش. المتضرر الأول هو المواطن، ان منين كيكون عنده اونيبو تيغويدي ولا كيكون محيد لا تيغويد، ما يمكنليش هو يعيش بلا بها. هذا هرمون وداك لو سيستيم اندوكرينيان، سي ان سيستيم اللي خصو يبقى لا بالونس ديالو متوازنه، ما الجهاز ديال الغدد الصماء هو اللي كيكونترولي بزاف ديال الامورات في الذات ديالنا. دونك ما يمكنش الواحد يعيش بلا به، خاص يتخذوا اجراءات صارمه، ولا الدوله تطلع شويه الثمن باش نولوا حتى حنايا كنتواجدوا في السوق الالمانيه باش يعطونا الدواء يوفروا لنا. اما المواطن راه الا قلتي له غدا 10 دراهم ولا 15 درهم هو مستعد يخلصها، غير جيب ليه الدواء ديالو. بعض المرات كيتاخذوا شي قرارات اللي هي ما في صالحنا المواطن ولا حتى واحد. الصيدلاني ما مضرورش، ولكن كيبقى فينا المواطن، لانه كيجي كيتوجه لينا حنا وكيقول لك فينا هو الدواء، ما كاينش. رسالتنا لوزاره الصحه هي منين يجي شي مخزون ديال ليفوتيروكس خصها توفروا في الصيدليات اللي هي قريبه للمواطن،
باش يوصل لهذاك اللي في الجبل ويوصل هذاك اللي في الباديه ويوصل لكاع المناطق. انا وزاره الصحه ما كتواجدش في كل المناطق والصيدليه كتواجد في كل المناطق. ملي كتاخذ هي المخزون وكتخبي عندها كتولي مفروض عليها انها تعطي 3-4 الباكيات وكينفد لها المخزون في مده ديال اسبوع ولا شهر وما كيبقاش عندها الدواء لمده 3 شهور ولا 4. انا كنفضل ان عندها واحد المنظومه اللي هي الصيدله يمكن لها تتعامل معها بلا ما تبقى تخبي عندها في البلاكارات. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.